الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الماهر، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بركة لمصاحبته ومرافقته لكلام الله سبحانه وتعالى. نستمع إلى تلاواتكم وإلى نصائحكم وإلى توجيهاتكم وإلى أسئلتكم، وكذلك كما عهدنا في كل حلقة أن نبتدئ بشيء من الجانب النظري نستعين به على أو بمذكرة نستعين بذلك بمذكرة الشيخ محمد يخلف شراطي في أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. وقبل أن نبدأ جانبنا كما عهدنا هذا الجانب النظري، هناك سؤال فقط لمن شاركنا، وطبعا عناويننا ومواقعنا أسفل الشاشة لمن أراد أن يتصل بنا. فتسأل سائلة وتقول: أقرأ القرآن وأجيد تلاوته وأحافظ على مخارج الحروف والصفات، لكن إذا تعلق الأمر بالجانب النظري فإني لا أحسنه ولا أعرف ما الحكم الذي يعني يكون هنا نظريا والحكم الذي يكون في موضع آخر. فنقول وبالله التوفيق أن الإنسان يلزمه في حال التلاوة أن يكون ملما بالجانب التطبيقي العملي، وهو الأصل، وهو الأصل. وهذا الأصل هو الذي قال في حقه الإمام ابن الجزري في مقدمته: تجويد القرآن حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، آثم من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. ويقصد بتجويد القرآن حتم لازم هو أن يحافظ الإنسان كما جاء في المقدمة والأبيات التي سبقتها، قال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، قبل الشروع في قراءة القرآن، أن يعلموا ماذا؟ مخارج الحروف والصفات. فإذا أحسن الإنسان حال تلاوته لمخارج الحروف والصفات فقد أجاد ورتل القرآن كما هو مطلوب، يعني حافظ على مبنى كلام الله سبحانه وتعالى وهو الأصل. وكمال هذا هو الجانب النظري الذي سألته أو تعنيه الأخت بالسؤال. وليس واجبا، أقول ليس واجبا أن يحصل الإنسان هذا الجانب إلا إذا تصدر تعليم الناس، فإنه لا يحسن بمن تعلم أو يعلم الناس القرآن بعلم طبعا أن يكون مهملا لهذا الجانب النظري العلمي من المتون وفهمها وشرحها أو من بعض ما تعلق من بعض التعريفات. فالأخت الكريمة نجيبها ونقول لها: أنت على خير ما دمت تجيبين أو تقرئين القرآن قراءة صحيحة، فحاولي أنك تكملي هذا النقص بالمراعاة وبالاهتمام بالجانب النظري العلمي. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في حكم التقاء الهمزتين المفتوحتين إلى كلمة: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر، لاحظوا باللي الهمزتين من كلمتين، جاء مفتوحة وآل كذلك مفتوحة من كلمة ثانية. ونلاحظ باللي الهمزة الثانية جاء بعدها مد، ولقد جاء آل فرعون النذر، وآل بدل، معناتها فيها ثلاثة أوجه عند الأزرق، هو القصر والتوسط والطول، معناتها حركتين، أربع حركات أو ست حركات، معناتها آل 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 فرعون النذر. لما التقت هاتين الهمزتين يولي عندي حكم تحقيق الأولى، وهذا قاعدة مضطردة
عند الأزرق، من أن الهمزة الأولى حال التقاء الهمزتين من كلمة واحدة أو من كلمتين اثنتين، فإنهما هذا القاعدة المطردة تحقق الأولى، تحقق الأولى. وقد يكون فيه نقل كما ذكرنا في بعض الأحكام من كلمة قولا ونبئكم تنقل، لكن الأصل في حال الابتداء أنها تحقق، يعني لا تهمل أو تبدل، إنما قد يكون فيها النقل لكن الأصل أنها تبقى موجودة. فالهمزة الأولى تحقق الأولى وتسهل الثانية مع ثلاثة البدلي، مع ثلاثة البدلي. فأقرأ ولقد جاء آل فرعون النذر، قصر التسهيل مع التوسط، ولقد جاء آل فرعون النذر، الطول مع التسهيل، ولقد جاء آل فرعون النذر، مع أنت عندي التسهيل للهمزة الثانية مع ثلاثة البدل. هذا حكم الأول. الحكم الثاني أو إبدالها ألفا خالصة قصرا. لماذا؟ لأن الهمزة الثانية جاء بعدها مد، وباعتبار هذا المد الساكن اللي هو ما بين اللام المفتوحة والهمزة المسهلة، فإن الهمزة تعالى، فإن هذا الاعتبار يبنى لا أنا أتكلم على أو إبدالها ألفا خالصة قصرا، معناتها باعتبار النطق للام المفتوحة، فإن الحكم يكون ولقد جاء آل فرعون النذر، وباعتبار الألف ساكنة التي هي بين اللام المفتوحة والهمزة آل فرعون ساكنة، فإنه يبدل حرف مد طولا، إبدالها ألفا خالصة طولا. فأقرأ ولقد جاء آل فرعون النذر، إذا عندي التسهيل مع ثلاثة البدل، عندي باعتبار اللام المفتوحة عندي المد قصرا، وعندي باعتبار الألف الساكنة التي قبل اللام المفتوحة عندي المد طولا، إذا عندي ثلاث أحكام. إذا فصلنا يعني بالدقة عندي ستة، عندي ثلاثة أربعة خمس أوجه في هذه الكلمة. معنا اتصال، سلام عليكم. ألو، السلام عليكم. نعود إلى تتمة الهمزتين أو حكم آخر، الهمزتين المكسورتين من كلمتين مختلفتين، نحو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. معنا اتصال، الأخت رجعت، أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. اهلا بنتي، وش راكي؟ الحمد لله. ما اسمك؟ الحمد لله. الحمد لله. واسمك بنتي؟ واسمك بقاش؟ دعاء. دعاء، ما اجمل هذا الدعاء، ما اجمل هذا الاسم. دعاء من ولايه بشار. أهلا وسهلا بأهل بشار. أهلا وسهلا بأهل بشار، بأهل الصحراء. شكرا. دعاء دعاء. نعم. شحال في عمرك بنتي؟ 11 سنة. نعم. ربي يبارك لك إن شاء الله. قولي لي كم تحفظين من القرآن يا دعاء؟ خمس أحزاب؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. التابعين يا دعاء في هذه الحصة؟ لا، دائما. دائما، احنا حصتنا لا تبث دائما، إنما هو على سبيل أنها
تتابعنا يعني متابعة حثيثة. الله يجازيك وربي يبارك لك. تنوي أن أشارك. نعم نعم، حبيتي تشاركينا بتلاوة يا دعاء؟ نعم. يلا توكلي على الله واستعيذي وانطلقي وانتبهي للتوجيهات يا دعاء. نعم. شكرا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا إلي أنه السلام فقل من فقالوا إنا سمعنا وآمنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الله يبارك. فإن لم تهدي ولم يشرك بربنا أحدا فإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صحبة ولا ولدا فإنه كان يقول ما على الله شططا وإن فقلنا وإن فقلنا أدعى تقبل الرسل إن وعد الله كذبا. شكرا دعاء. يا دعاء الله يبارك فيك. دعاء شكرا. قولي لي بنتي، قولي لي كيفاش تعلمتي تقراي هكذا؟ في المسجد. في المسجد؟ نعم. ما شاء الله قراءتك طيبة ما شاء الله. والله أنا في الحقيقة أنا أستحي أني على فاطمة. نعم على يدي الأستاذة بالبخاري فاطمة. ربي يبارك لك فيها وربي يحفظها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شوف أنا الحقيقة أني والله لما نعم دقيقة دقيقة نقول لك وقولي ما شئتي. دعاء نعم. شوف في عمرك 11 سنة وكان تواصلي على هذا الطريق، كنت تواصلي على هذا الطريق، ربي يبارك لك في ربي يبارك لك في حياتك ويبارك لك في والديك ويبارك لك في 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 الشيخة تاعك ويبارك لك في عمرك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في كل ما يصادفك في هذه الدنيا. القرآن بركة يحفظ صاحبه. كلام الله سبحانه وتعالى بركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فربي يبارك لك إن شاء الله. وأنا الحقيقة والله أستحي أنني نصحح التلاوة لطفلة أو لأبناء أبنائنا لهم صغار في العمر لكن قراءتهم طيبة، فوالله غير أستحي. فجزاك الله عنا كل خير وربي يبارك لك. واصلي على ما أنت عليه، ربي ينجحك إن شاء الله في الدنيا والآخرة. آمين. تفضلي وش حبيتي تقولي لنا؟ أي عاودي لي عاودي لي. معليش انقطع الاتصال، معذرة. ربي يبارك لك دعاء من خلال هذه التلاوة المباركة التي أدتها هذه البنت المباركة والتي تقرأ قراءة صحيحة يعني مقياسا أو قياسا على عمرها. فربي يبارك لها إن شاء الله، وهي واسمها دعاء. فلا ننسى أن ندعو لها وأن تدعو لنا، ولا ننسى أبدا إخواننا
في فلسطين وفي غزة أن يسدد الله سبحانه وتعالى وأن ينصرهم وأن يكون لهم وأن يكون لهم وأن يكون لا يكون عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. نواصل الأحكام هذه تاع الهمزة تاع الهمزة. وصلنا إلى حكم الهمزتين المكسورتين، التقاء همزتين مكسورتين من كلمتين مختلفتين، وجبنا نحو قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هؤلاء إلا رب السماوات. إذا جاء بعد الثانية حرف ساكن فوش عندي فيها الحكم الأول؟ قلنا إذا جاء بعد الثانية حرف ساكن نحو هؤلاء إن كنتم، أو بالسوء إلا البغاء إن أردنا، فتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية هذا معروف، هؤلاء إن كنتم بالسوء إلا البغاء إن أردنا تحصنا، أو بدالها ياء مدية طولا، معناتها الهمزة الثانية تولي ياء وتصير حرف مد مشبع مد معناتها طولا للأولى للأولى، فيصير عندي هؤلاء إن كنتم بالسوء إلا كذلك البغاء إن أردنا تحصنا. وإذا جاء بعد الثانية حرف متحرك بحركة لازمة أو عارضة، الحركة اللازمة كقول الله سبحانه وتعالى في السماء إله، هذه عندي فيها تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية هذا على ما جرى تعريفه، أو يبدلها ياء الهمزة الثانية تبدل ياء لكن المد في يمد قصرا، المد فيه قصرا لوجود الحركة اللازمة في الحرف الذي يلي الهمزة الثانية، أو بحركة عارضة كقول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، فتولي إن أردنا تحصنا، فهذه حركة عارضة معناتها نقلت حركة الهمزة اللي قبلها إلى النون الساكنة فصارت حركة عارضة وليست لازمة محققة. إذن نقول نحو البغاء إن أردنا تحصنا، أو للنبي إن أراد النبي، تحركت النون بحركة النقل، وإحنا عندنا قاعدة في حركة النقل عند الأزرق اللي هي تنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتولي هذه الحركة عارضة، أو من النساء إن أردنا تحصنا، وهذا كذلك تحركت النون لالتقاء الساكنين، أصلها إن اتقي فهذا ثقل فتحركت بالكسر للتيسير والتسهيل. حكمها هذه تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية خلاص على ما جرى، أو إبدالها ياء مدية قصرا، لماذا؟ لأننا عندنا حرف اللي هو النون الساكنة صار مفتوحا بحركة عارضة، إذن عندي فيه القصر وكذلك عندي فيه الطول باعتبار الأصلي، معناته إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا، فعندي القصر باعتبار العارضي وعندي الطول باعتبار الأصلي، وهذا يعني لعلنا نصادفه كثيرا في آيات ومواضع برواية ورش من طريق الأزرق. معنا اتصال، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالأخت الكريمة. أهلا بكم. من أي منطقة الأخت الكريمة؟ نعم من ولاية ورقلة. ولاية ورقلة. ورقلة، أهلا وسهلا، اليوم عندنا عهد على جهة الصحراء إن شاء الله. كيف يعني كيف شرهي الصحراء؟ كيف شرهي الجهة الجنوبية؟ والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربي يسلم بلادنا وربي يأمنها.
ويحفظ المسلمين في كل جهات وبقاع الأرض. الأخت الكريمة، أنت هي من متابعي برنامج الماهر؟ نعم شيخنا، راني من متابعي برنامج إن شاء الله. قولي لي، أنت تتعلمين أم تعلمين؟ أتعلم قوليا، شكرا، راني في طريق محمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص على بركة الله. حبيتي تشاركين بتلاوة، استعيذي وانطلقي وحاولي تتبعي وتركزي مع التوجيهات حتى نستفيد جميعا. تفضلي الأخت الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، لأيكم المسؤولون، إن ربك هو أعلم. قولي إن ربك، الأخت الكريمة أعيدي، إن ربك هو أعلم، ما تتكيش ماشي أعلم، ما تتكيش علام. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أعيدي أعيدي من فضلك، إذا تتلى مشي تتلى، مخرج التاء من طرف اللسان. قال والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، عليا الثنايا والصفير مستكن، إذا من طرف اللسان، منه ومن عليا الثنايا. نعم. إذا تتلى، إذا تتلى عليه، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شكرا الأخت الكريمة، شكرا شكرا، قراءتك طيبة واصلي، ما شاء الله قراءتك طيبة واصلي على ما أنت عليه. كم تحفظين شيئا من القرآن الأخت الكريمة؟ والله إن شاء الله ربي يتمم الأمور. شوف أنا نقول حاجة، ليس العبرة بالوصول، إنما العبرة أن يعيش الإنسان هذا القرآن، أن يعيشه في حياته، يبقى دائما يقرأ، يبقى دائما يحفظ، يبقى دائما يتعهده إن شاء الله. على الأقل على الأقل يبقى قلوب، تبقى قلوبنا حية متصلة بكلام الله سبحانه وتعالى. ولا يحسن أبدا بالإنسان المسلم أن يقطع صلته بالقرآن. ربي يجزيكم وربي يبارك لكم. آمين، بارك الله فيكم. شكرا شكرا، جزاكم الله عنا كل خير. يعني اهلا باهل ورقله واهل ولايه ورقله، واستشرفنا خيرا واستبشرنا خيرا باتصال ناس من ورقله وقبلهم بناس من بشار. فان شاء الله بحول الله ربي يبارك لكم وجزاكم الله عنا كل خير. شكرا. امين، بارك الله فيكم. احنا كذلك نشكر الفريق القائم على هذه الفرصه وبصوتك المخرج، ونشكر شخصا لكم استاذنا الفاضل. الله يبارك فيكم. ونقول لكم بارك الله في جهودكم ونقصكم وان الله دربكم. الله يبارك فيكم وربي. القران وخاصه في كتابنا رب العالمين. الله يبارك فيكم انتم مثانيك وجزاكم الله عنا كل خير. نصل الى ملاحظه هامه في قضيه تعلقت
بموضعين اثنين من التقاء همزتين مكسورتين من كلمتين مختلفتين هما قول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة: هؤلاء إن كنتم صادقين. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. والموضع الثاني: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا الهمزتين من كلمتين مختلفتين مكسورتين متفقتين بالكسرة. احنا تكلمنا على قضية تحقيق الأولى والحكم على الثانية، خلاص هذا خلاص قاعدة مضطردة أو مبدأ عند الأزرق. إذن عندي الأولى تحقق في هذا الموضع والموضع الثاني كذلك: هؤلاء إن كنتم، والبغاء إن أردنا. الثانية تسهل، هذا الوجه الأول وهذا ذكرناه على قاعدة مضطردة. الوجه الثاني الإبدال بالطول في الكلمتين، الإبدال بالطول في الكلمتين. إذن وش عندي؟ عندي على البغاء إن أردنا تحصنا، وهذا باعتبار الأصلي خدش أصلها إن أردنا تحصنا لوجود السكون بعد الهمزة الثانية. كذلك هؤلاء إن كنتم صادقين، إذن عندي سكون حقيقي يعني وحركة لازمة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث اللي هو إبدال مد قصرا في كلمة هاء البغاء إن أردنا تحصنا في الكلف الموضع هذا فقط باعتبار العارض، لأن الكلمة وش قال؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فأصلها إن أردنا تحصنا صارت إن أردنا تحصنا، ففي باعتبار العارض أو الحركة العارضة عندي الوجه تاع القصر في هذا الموضع. موضع هؤلاء إن كنتم ما يدخلش فيه القصر. يشترك كذلك عندي الوجه الرابع اللي هو إبدالها ياء مكسورة خفيفة الكسر أو كما يصطلح عليها بياء مختلسة الكسر، وتقرأ هؤلاء إن كنتم، إن كنتم بخفض الفك، أو على البغاء إن أردنا تحصنا. فهذه الأوجه كلها نجون عدوا هذه الأوجه: التسهيل، الإبدال بالطول، الإبدال بالقصر، والإبدال بالياء. البغاء عندها فيها أربعة أوجه: التسهيل والإبدال بالقصر باعتبار العارضي، والإبدال بالمد باعتبار الأصلي، والياء المختلسة. إذن عندي في ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فيها أربعة أوجه. لكن هؤلاء إن كنتم ما عنديش فيها القصر لأن السكون محقق لازم. هذه الملاحظة والله أعلم. معنا اتصال ثالث، أهلا وسهلا. أهلا السلام عليكم سيدي الشيخ. أهلا وسهلا الأخت الكريمة، كيف الحال والأحوال؟ وشرك سيدي. والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الأخت من أي منطقة؟ أنا أم أحمد من سكيهدة. أم أحمد دي كان ابني شارك معك في العام الماضي وأنا اليوم شاركت معك. الله يبارك، ربي يبارك لكم إن شاء الله. اللهم آمين. ذرية بعضها من بعض إن شاء الله. اللهم آمين سيدي فاضل. أهلا بناس كيكدا، أهلا بناس عزابة، أهلا بناس الحروش، أهلا بناس المناطق الكل، القل، تمنار، كلهم. المهم الأخت الله يبارك فيك، تشاركينا بتلاوة الأخت الكريمة؟ نعم سيدي. أهلا وسهلا. أشارك بصورة البروج. نعم تفضلي، انتبهي والتوجيهات جزاك الله عنا كل خير، تفضلي. إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. نعم. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. نعم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. نعم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. شوف لا يحسن الوقوف على الحروف. الحروف الإنسان الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. واصل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. شكرا شكرا الأخت الكريمة. شكرا شكرا. بارك الله. شوفي أنا ننصحك نصيحة، ما شاء الله قراءتك طيبة، واصلي على ما أنت عليه من تعلمك للقرآن. أنا مبتدئة، أدعي لي ربي ربي يوفقني أستاذي الكريم. إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله ربي يذلل كل الصعاب. لكن واصلي ما تقطعيش، وحاولي دايما يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا والذكر قول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بإذن الله. ربي دعينا ربي إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. شكرا. يا ربي ربي ثبتنا إن شاء الله. شكرا يا رب. شكرا. تبعيني الأخت كريمة، لما تكوني تقراي حاولي دايما تستجمعي أنفاسك باش ما توقفيش في مواضع لا يحسن فيها الوقف. نعم نعم. أجبدي نفس وقرأي حتى تكوني أكثر راحة. وهذه نصيحة للأخت الكريمة ونصيحة لنا جميعا. جزاك الله عنا كل خير. الأخت من سكيك دا أم أحمد، شكرا واستفدنا منك كثيرا ونتبعك كلما تبث الحصة الماهر. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، ربي يبارك فيك. بارك الله فيك سيدي الفاضل وأهل سكيك دا وبارك الله فيكم. شكرا. بارك الله في من اتصل بنا. فنحن بكم وأنتم بنا. لا يحسن بالإنسان المسلم أبدا أن يعني يعيش لوحده، لا سيما أن الإنسان لابد له من أن ينقل الخير ويكون الخير متعديا إذا كان قد حصله، لا سيما إذا كان هذا الخير هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الحديث بيان الخيرية المطلقة فيه، كان قول الله سبحانه، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذا حديث عثمان. وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فلا بد من أن نرجع إلى هذه الحقائق التي تملأنا أو تملأ حياتنا طمأنينة وسعيدة سعادة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن يعني نفرح باتصالاتكم، أرقامنا أسفل الشاشة، موقعنا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا يعني كلها أسفل الشاشة، فلا تنسونا من مشاركاتكم معنا. طبعا كعادتنا ركن القراءة النموذجية مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم وبارك الله فيكم. نرجع ونعود إليكم إخواننا أخواتنا بعد هذا الفاصل إلى ركن القراءة النموذجية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نقف عند هذا الحد. هذا ما يسر الله تلاوته وإيضاحه وبيانه. فلعلي قرأت آية ذكرتني بمقام الأنبياء عند الله وأن الله سبحانه وتعالى ما اصطفاهم إلا لأنهم حقيقة خير الخلق على الإطلاق. ولعل هذه الآية تنبئ بثبات يعقوب. والقرآن قص علينا حالة من ما يعيشه هؤلاء الصفوة. قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ربي سبحانه وتعالى يقول على يعقوب كنتم شهداء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت.
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فشوف هذه الساعة بالذات حضور الموت هي ساعة فتنة، فالإنسان يحتاج إلى من يثبته. أما يعقوب فيثبت أبناءه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، يثبتهم. فهذا هما صفوة الخلق. وفي الأخير أقول لكم جزاكم الله عنا كل خير، أرقامنا ومواقعنا أسفل الشاشة، فلا تنسونا من نصائحكم ومن إرشاداتكم ومن مساندتكم. أقول لكم إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.